السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية. هنبدأ بالعملات العربية. الدينار الكويتي سجل 96 جنيه و 69 قرش للشراء، 100 جنيه و 37 قرش للبيع. الريال السعودي 8 جنيه و 18 قرش للشراء، 8 جنيه و21 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 8 جنيه و37 للشراء، 8 جنيه و39 للبيع. الدينار البحريني سجل الدينار البحريني 79 جنيه و40 قرش للشراء، 81 جنيه و78 قرش للبيع. الريال القطري سجل في الريال القطري سجل أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية 7 جنيه و88 للشراء، 8 جنيه و42 للبيع. الدينار الأردني سجل 42 جنيه و74 قرش للشراء، 43 جنيه و47 قرش للبيع. يبقى كده دي العملات العربية. نخش على أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري. البنك الأهلي المصري 30 جنيه و73 للشراء، 30 جنيه و83 للبيع. بنك مصر 30 جنيه و73 للشراء، 30 جنيه و83 للبيع. بنك القاهرة 30 جنيه و83 للشراء، 30 جنيه و93 للبيع. البنك التجاري الدولي 30 جنيه و83 للشراء، 30 جنيه و93 للبيع. بنك البركة 30 جنيه و83 للشراء، 30 جنيه و93 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه و88 للشراء، 30 جنيه و93 للبيع. بنك كريدي إجريكول 30 جنيه و83 للشراء، 30 جنيه و93 للبيع. اسكندرية أيضا 30-83 للشراء، 30-93 قرش للبيع. قناة السويس 30 جنيه و83 للشراء، 30 جنيه 93 للبيع. بنك التعمير والإسكان 30 جنيه 83 للشراء، 30 جنيه 93 للبيع. كده دي الأسعار. يبقى ده أعلى سعر موجود دلوقتي للبيع 30 جنيه و93 قرش مقابل الجنيه المصري. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصله كل جديد. وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.